كركوك التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت عددا من المناطق في المدينة. وأشار النواب خلال مؤتمر صحفي في مكتب مجلس النواب في كركوك إلى أن النواب الكرد طالبوا رئاسة المجلس في جلسته ليوم 25 من الشهر الجاري بالإسراع بتشكيل لجنة وإرسالها إلى كركوك لتعويض ضحايا ومتضرري الجريمة الإرهابية التي طالت أبناء كركوك بجميع طوائفهم. الكرد حسن حضر المؤتمر وأوفانا بالتفاصيل التالية. دان عدد من النواب الكرد في مجلس النواب العراقي عن محافظة كركوك في مؤتمر صحفي التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت مناطق في المدينة، مؤكدين تضامنهم مع ذوي الشهداء الذين سقطوا في ذلك اليوم، مطالبين الجهات الأمنية مضاعفة الجهد الاستخباري والمعلوماتية الدقيقة للحد من عدم تكرار مثل هذه الجريمة النكراء. إن سادات كركوك يأتي ضمن مخطط لتعطيل التعايش السلمي والحياة الديمقراطية فيها، ونحن إذ نعرب عن إدانتنا لهذه الأعمال الوحشية التي تستهدف زعزعة الاستقرار في كركوك وإثارة الاضطراب وتعطيل برامج الإعمار والتنمية، نؤكد تضامننا ومؤاساتنا لعوائل الشهداء والجرحى ووقوفنا إلى جانبهم في هذه الفاجعة الأليمة، ونؤكد ضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم عن طريق مضاعفة الجهد الاستخباري المنظم والمستند إلى المعلومة الدقيقة والمعتمد على تعاون متواصل مع المواطنين، وإيجاد التنسيق التام بين جميع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية من أجل سد كل منافذ التي يتسلل منها أعداء الله وأعداء الإنسانية. النواب الكرد طالبوا في بيان لهم رئاسة مجلس النواب ومجلس الوزراء بتعويض ذوي الشهداء والجرحى وأصحاب المحال والعمارات المتضررة الذين طالتهم أيادي الإرهاب. طالبنا هيئة رئاسة مجلس النواب وخاطبنا مجلس الوزراء لتعويض عوائل ذوي الشهداء والجرحى وبقية المتضررين من هذه التفجيرات من أصحاب العمارات والمحلات التجارية ودور السكنية. نسأل الله عز وجل أن يدخل الشهداء فسيح جناته، وندعو بالشفاء للجرحى، ونجدد العهد في الماضي قدما من أجل نشر رسالة السلام والتعايش المشترك. النواب الكرد تفقدوا مواقع التفجيرات الإرهابية للإطلاع عن كثب على حجم الأضرار التي خلفتها التفجيرات الإرهابية. الإرهاب أينما كان وأينما وجد يريد بجرائمه البشعة خلق شرخ بين مكونات الشعب الواحد، لكن في محافظة كركوك رغم كل التحديات بقيت وستبقى صامدة بوجه الإرهاب والإرهابيين. إلى ذلك، عقد مدير شرطة كركوك اللواء جمال طاهر وعضو مجلس محافظة كركوك محمد خليل